اهلا بيكم في حلقه جديده من ارت راب. انا احمد عبوده. فيلم النهارده الناصر صلاح الدين. فيلم الناصر صلاح الدين هو فيلم مصري من انتاج 1963، وهو فيلم تاريخي ودراما وحرب. الفيلم بيحكي قصة انتصار صلاح الدين على ملك الصليبيين بعد ما قام الصليبيين بخرق معاهدة السلام وذبح الحجاج المسلمين، وده اللي دفع صلاح الدين للانتقام. الفيلم من اخراج العملاق يوسف شاهين، واللي كان مفروض يخرج الفيلم اصلا هو المخرج الكبير عز الدين ذو الفقار، ولكن بسبب مرضه ما قدرش ان هو يخرج الفيلم، وانتقل اخراج الفيلم ليوسف شاهين. وكان في مشكلة كبيرة، لان اللي رشح احمد مظهر لبطولة الفيلم هو المخرج عز الدين ذو الفقار، ولكن لما ساب الفيلم احمد مظهر ما كانش عايز يكمل، ويوسف شاهين ما كانش عايز احمد مظهر اصلا يكمل، ولكن المنتجة اصرت عليه ويوسف شاهين ما كانش عاجبه الاختيار نهائيا، فده ادى لخلاف ما بينه وما بين احمد مظهر امتد بعد كده لسنين طويلة. الفيلم من كتابة مجموعة من العمالقة في تاريخ الادب وفي تاريخ السينما، بداية بيوسف السباعي، عبد الرحمن الشرقاوي، يوسف شاهين، نجيب محفوظ، محمد عبد الجواد، وعز الدين ذو الفقار. وكان دور الكاتب الكبير نجيب محفوظ هنا هو المعالجة الدرامية للقصة. مدير التصوير هو وديد سري، وبنشوف هنا في الفيلم قدراته بقى على اخراج وتجسيد معارك عملاقة ما سبقش ان هي اتعملت في السينما المصرية ولا اتعملت بعد كده تاني. وكان في بقى هنا قدرة عظيمة على ان هو باعداد قليلة من المقاتلين ومن الجنود يقدر يبين لنا ان احنا في معركة عملاقة. والموسيقى التصويرية من انجلو فرانشيسكو لافانينو، وهو موسيقار ايطالي. الفيلم بطولة مجموعة عملاقة من الشخصيات والممثلين، معظمهم ممثلين لمعوا في المسرح جدا، ولكن احنا هنا هنقتصر على الشخصيات الرئيسية. فعندنا في دور البطولة احمد مظهر في دور صلاح الدين الايوبي، نادية لطفي في دور لويزا، صلاح ذو الفقار في دور عيسى العوام، ليلى فوزي في دور فيرجينيا، والعملاق حمدي غيث في دور ريتشارد قلب الاسد. الفيلم من بدايته نبقى عارفين ان ده مش فيلم تاريخي، الفيلم ده مش مرجع تاريخي نهائيا وملوش اي علاقة بالتاريخ الحقيقي اللي حصل، ولكن هو دراما مبنية على احداث تاريخية. فدي نحطها قاعدة عشان بس الناس بتتعصب من حاجات معينة في الفيلم، وان هو ده ما حصلش وده ما حصلش، واحنا هنقول بعض الحاجات اللي هو درامية بحتة ملهاش اي علاقة بالواقع، ولكن احنا هنا مش بصدد مراجعة الفيلم بشكل تاريخي، احنا هنا بصدد ان احنا نراجع الفيلم بشكل سينمائي. فبنشوف يوسف شاهين ازاي بيرسم ملامح شخصية صلاح الدين الايوبي من قبل من قبله، فبيجيبهولك والناس كلها قاعدة متجمعة بيتكلموا في انتصار وفي معركة كسبها العرب والمصريين، فبنلاقي بطل المعركة صلاح الدين مش موجود وسط الناس دي وكله بيدور عليه، وبنشوفه بعد كده بقى وهو قاعد مش مهتم نهائيا بالثناء ولا بالمكافأة. بيجي واحد من أورشليم، قائد حسام جاي بقى من أورشليم، بينقل لهم الصورة هناك وبينقلها لصلاح الدين، فبيقوله ان الناس هناك عايشة في كرب. ولان يوسف شاهين مخرج بصري جدا، دي نقطة قوته هي البصرية، لكن لما بيبقى فيه اكسبوزيشن يعني القصة بتتقال بالكلام، فدي نقطة ضعف عند يوسف شاهين، لكن بصريا هو يقدر بلقطة واحدة بكادر واحد يشرح لك قصة كاملة. فبنشوفه هنا بقى وهم جوه بقى عند عرب أورشليم، بنشوفهم وهم في كرب فعلا وفي حالة سيئة جدا، وبنشوف الكاميرا بقى وفي واحد جاي بيبشرهم ان في حد هينقذهم، ان صلاح الدين جاي، فبنشوف الكاميرا بتطلع من ضيق جوه البيت لوسع بره بهدوء كده وبالتأني، يعني واحدة واحدة بيطلعوا من العتمة ومن الضيق للوسع وللنور. بعد كده بيجي المشهد اللي بيقنع فيه أرنود ملك فرنسا أو قائد جيوش فرنسا، إن هو بيقنع ملك أورشليم إن هو يحارب معاه ضد صلاح الدين، وملك أورشليم بيحاول يعني يروح ناحية السلم شوية ويتجه للمفاوضات يشوف صلاح الدين زعلان ليه. فبنلاقي ده واقف أرنود لأن هو منبع كراهية ومنبع طغينة، بنشوفه واقف وفي ظهره الجندي اللي إيده على سيفه، ووراه العرش ووراه النار، كل ده في ناحيته. بعد كده الكاميرا بتقطع ونروح لملك اورشليم لانه راجل متدين ومسالم، فبنشوف من ناحيته ايه الصليب بقى وسكينه كده في الناحيه الثانيه ومديله ظهره وهو بيكلمه كنوع من الرفض للايديولوجيه بتاعته.
ودي حاجة هنشوفها طول الفيلم، الحرب ما بين الأيديولوجيات والأفكار بتاعت الناس في المشاهد، هتلاقيهم دايما العكس بعض، واقفين بيتكلموا مع بعض، مدين لبعض ظهرهم، حاجات زي كده. بعديها أرنولد بيبعت جنوده يهاجموا قوافل الحجاج عشان هو عايز فلوس بقى يدافع بيها عن القدس. وبنشوف بقى لقطة رائعة ليوسف شاهين هنا بقى، بيجيب لك رجلين الخيل بتلف بشكل زي دايرة كده كبيرة، والكاميرا على رجلين الخيل بتلف بتلف وسط الحجاج، وبعد كده بيجيب لك قماشة بقى بتلف برضه، والدم بيزيد عليها كل شوية بشوية لحد ما يختمها بقماشة بيضة بتتحول بالكامل للون الأحمر. تشبيه بصري رائع، وطريقة سرد بصرية بحتة من مخرج بيعرف جدا يوجه كاميرته ازاي ويحكي بعدستها ازاي. بنروح بعدها طبعا للانتقام بقى، يعني صلاح الدين مش هيسكت على قتل الحجاج، وده اصلا الفتيل اللي ولع المعركة دي كلها اللي جاية. فبنشوف معركة حطين، وفيها بقى 120 الف مقاتل فرنسي ومن الجنود الصليبيين، وفي الناحية التانية بنلاقي 40 الف من المسلمين. الجنود الصليبيين والجيش كله فوق الجبل في منطقة محمية بالكامل، اما جنود المسلمين والعرب فهم تحت في الوادي. طبعا بالمنطق هم هيتغلبوا، يعني مش محتاجه 120 ضد 40، ودول فوق ودول تحت هيقتلوهم كده كده يعني. فصلاح الدين بيتجه للحيله بقى، ان هو يدمر خزانات الميه بتاعه الصليبيين بحيث ان هم يعطشوا، لان هم فوق طبعا فوق الجبل ما فيش ميه، فهم بياخدوا الميه من تحت يخزنوها فوق، فبيضرب الخزانات وبيكسروها، بيكبوا الميه بتاعتهم كلها. فارنولد في لحظه غضب بيقرر ان هم يهجموا، وبيكون صلاح الدين طبعا عامل لهم كماين تحت وشغل يعني اشباح، فمجرد ما بينزلوا بيقتلوهم وبيكسبوا المعركة وبياخدوا أرنولد ده كأسير، وبعديها بيدخلوا القدس منتصرين. هنا بتقوم فيرجينيا بقى الدور اللي بيشيل بقى ايه، بيولع في النار بقى، فبتمشي بقى بتلف اوروبا، بتبتدي بقى بريتش اعتقال بالاسد اللي هو بقى ايه يعني كريستيانو رونالدو بتاع زمانهم يعني، بتروح له عشان تسخنه على صلاح الدين عشان ياخد جيوشه ويروح يهاجم. بتقول له اكاذيب بقى عن صلاح الدين، وان هو كان بيقتل الحجاج المسيحيين وبيعذب المسيحيين والكلام ده كله. فريتشارد القلب الاسد بيقرر ان هو يخش بقى في الموضوع عشان يصلح بقى ويرجع في القدس. بيجوا بقى في حمله بيهكموا بقى من ناحيه عكا، فعكا بيكون طبعا في جنود هناك بيحاربوهم مره، وبعد كده في تاني يوم والي عكا بيفتح لهم الباب عشان يدخلوا عشان هو خايف، يعني الموضوع بسيط. بعد كده بنشوف بقى قبل معركه ما بين الصليبيين بين ريتشارد القلب الاسد وصلاح الدين، وحركه رائعة جدا بيعملها يوسف شاهين. هو هنا واخد حرية في السرد، فبيجيب الحركة دي كذا مرة وبيستخدمها كذا مرة أثناء الفيلم، لأنه نقاش عقول مش نقاش أشخاص. فبنشوف بقى صلاح الدين جوه قلعة وحواليها أسوار بيتكلم مع ريتشارد قلب الأسد اللي واقف بره بجنوده ومعاه الأبراج بتاعته. هنا صراع الأسوار ضد الأبراج، إنتاج الرائع هنا بيخلطها لك، بيحسسك ان هما الاثنين بيتكلموا مع بعض، ودي من اجمل الحاجات في الفيلم. بدور المعركه بنكتشف ان الابراج دي مقاومه للحرائق، فمحتاجين ماده معينه عشان يحرقوها، وبيكسب الصليبيين اول معركه وبياخدوا معسكر عسقلان. بعديها يبين لك بقى يوسف شاهين ان صلاح الدين في زنقه، فبيجيبه لك بقى ايه جوه كهف بيخطط للمعركه اللي بعدها، وحرفيا الحجاره بتاعت الكهف عامله كانها انياب اسد، فكانه هو واقف بين انياب الاسد بالظبط اللي هو ريتشارد قلب الاسد. وبعدها صلاح الدين بيعمل لهم كمين وبيقتلوا لهم جنود كتير وبيبهدلوهم. فبنشوف بعدها بشاعه الحرب، وهنا مش بيحاول يبين لك الحرب على انها حاجه عظيمه، ولكن بيحاول ان هو يبين لك صراع التوجهات. فبنشوف بقى هنا الحرب نفسها، فبنلاقي صلاح الدين قاعد بيبكي في خيمته بعد ما انتصر بسبب وفاة اخوه، وفي الناحية التانية بنشوف بقى ريتشارد قاعد غاضب وحزين بسبب الخسارة في المعركة. بعديها بتيجي لقطة بقى لملوك اوروبا هم مجتمعين، فبنشوف ريتشارد بقى دايما كده الكادر بيعظمه كده بيكبره لانه صاحب مبدأ، اما الكاميرا لما بتيجي على بقيه ملوك اوروبا بنلاقي ان هو مصغرهم كده، مقلل منهم في الكادر، لان هم كل واحد فيهم احقر من التاني. بعديها طبعا يوسف شاهين معاه هنا ملوك مسرح، معاه هنا ممثلين مسرحيين من العيار الثقيل يعني، طبعا هيعمل مشهد مسرحي. فبنشوف مشهد محاكمه لويزا بقى، لان هي هربت العوام عيسى العوام، فبيحاكموها بقى ان هي خاينه. بنشوف بقى في الناحيه الثانيه صلاح الدين وهو بيحاكم والي عكا، فعندنا في محاكمة لويزا الخونة بيحاكموا واحدة
اصلا صادقه جدا وانسانه عندها مبادئ. الناحيه التانية واحد صادق بيحاكم واحد خاين وما عندوش مبادئ، مشهدين عكس بعض 100% والاتنين جنب بعض في لقطه رائعه. لما دول بيتكلموا النور هنا بيطفي، ولما دول بيتكلموا النور هنا بيطفي. لوحه فنيه عملها يوسف شاهين في مشهد تعبيري جميل جدا عن الفرق ما بين دول ودول. بعديها صلاح الدين بيدعو ريتشارد لان هو يزور القدس ويشوف بنفسه معامله المسيحيين جوه عامله ازاي. فبنشوف بعديها ريتشارد وقاعد محتار، قاعد قدامه الشطرنج بيمثل المنطق والعقل، وجنبيه مراته جنب رقعه الشطرنج بالظبط، قاعده بتمثل العاطفه وبتمثل الاحساس. بعدها بيوافق وبيروح، ولكن طبعا بيكون في مكيده معموله وفي واحد بيضربه بسهم اول ما بيخش. وبعديها صلاح الدين بيروح بنفسه معسكر الصليبيين عشان يعالجه من السهم اللي هو اتضرب بيه. بس ريتشارد طبعا بيبين بقى هنا السبب الحقيقي ان هو ما ينفعش يوقف الحرب حتى لو عنده مبادئ، لانه لو رجع اوروبا وهو مهزوم هيبقى يعني مسخط الجميع، وده هيهدد عرشه في انجلترا. بعديها بيرفض الهدنه ويبتدي الحرب تاني، وبيفضلوا بقى يهجموا عليهم وهم في القدس كذا مره، وكل مره بيخسروا كل مره يخسروا، لحد ما بيدخل الجنود والقاده كلهم في حاله من الجنون والرعب والخوف، وجابهم لك مستخبين وسط الشجر وتحت الحجاره وجوه الخيام مرعوبين من جيوش صلاح الدين في الناحيه التانيه. بعديها بيجي عيد القيامه، وبيقرر صلاح الدين ان هو ما يهجمش غير لما العيد يخلص. فبيسمع المسيحيين وجنود الصليبيين بره ومنهم ريتشارد اصوات المسيحيين وهم بيغنوا اغانيهم بتاعه الاعياد والموسيقى بتاعه الكنائس طالعه، فبيعرف ان صلاح الدين صادق ومش كذاب، وان هو مهما عمل مش هيكون احسن من صلاح الدين مع الجميع في القدس. فبيقرر ان هو يروح يستسلم، وبيروح فعلا وبيتوسل لصلاح الدين ان هو يغفر له وان هو يسامحه، وبتنتهي المعركة ما بينهم، وبينتهي الفيلم بانتصار صلاح الدين ورجوع القدس. بنشوف في فيلم صلاح الدين التكوينات البصرية. يوسف شاهين زي ما قلنا هو مخرج بصري بحت، احسن شخص في السينما المصرية يقدر بالبصر بس من غير كلام يبين لك الحالة والوضع والقصة. فبنشوف هنا تكوينات بصرية مدهشة طوال الفيلم، دايما بيحط اهم شخص في الفوكس، دايما بيحط اهم شخص في الجولدن ريشيو او النسبة الذهبية اللي احنا اتكلمنا عنها في فيديو التصوير واتكلمنا عنها في فيلم الارض برضو. دايما بيحط يوسف شاهين هنا شخصياته المهمة في النسبة الذهبية بالظبط، او في الاتلات في تلت من اتلات الشاشة. فبنشوف ده طوال الفيلم في كذا مشهد. دي نقطة. النقطة التانية طبعا بصريا الفيلم شكله جميل جدا، من الافلام اللي فعلا بصريا غنية، وبعد ما نتفليكس رممت الفيلم نقدر نشوفه بقى بشكل احلى من الشكل اللي كان بيتعرض على التلفزيون زمان، ونشوف الوانه الحقيقيه وعظمه الصوره في الفيلم ده. بنضيف فكره ان هو يقدر بالاعداد القليله دي وبالامكانيات القليله دي يقدر يحسسنا بالسسبنس وبالاكشن في المعارك، يقدر يحسسنا بضخامه المعارك في مشاهد كتيره، بيحط في وسط المشاهد رسومات لجيوش في المعارك بيحطها يعني فريم او اتنين بسرعة عشان ما تلحقش مخك يستوعب ان هي رسمة. طبعا هو قلة امكانيات، بس طبعا هو قدر هنا ان هو يعملها بشكل رائع جدا، فما حسيناش ابدا واحنا بنتفرج على الفيلم ان هو فيلم رخيص او ان هو فيلم مبتذل. برضو بنشوف الموازنة ما بين الشخصيات والمثلثات. فيلم صلاح الدين هو فيلم مثلثات بالكامل، كل مشهد في الفيلم هتلاقي تقريبا في مثلث. المثلث هنا مش مقصود بيه مثلث حقيقي، مقصود بيه مثلث شخصيات، يعني شخصية 2 3 زي ما قلنا في فيلم جاد فادر الجزء الثاني. هنا بنقولها دايما هتلاقي في كل مشهد شخصية رئيسية وشخصية تانية معاها الصراع، وفي شخصية في النص هي بتزود الصراع يا بتقلله، اللي هي بتأثر على الحدث اللي بيسموها كاتاليست. دي الشخصية اللي في النص هي دي طرف الثالث للمثلث، فبنلاقي دايما الثلاث زوايا دول في كل المشاهد. وبرضه بنلاقي ان هو بيحط دايما صلاح الدين في منتصف الكادر على قد ما يقدر طوال الفيلم، بيحطه في منتصف الكادر يا اما بيحطه عند تلت من التلات اجزاء بتوع الشاشه، فبنلاقيه دايما في مكان مريح ان احنا نبص عليه. اما ريتشارد فمعظم المشاهد بيجيبهولك من زاويه مش مريحه كده، يعني بيجيبهولك ساند ظهره سنده غريبه، بيحسسك ان الشخص ده في مكان مش في مكانه. بيناقش بقى هنا يوسف شاهين حاجات كتير، منهم السبب الظاهر للحرب والسبب الباطن. فاحنا بنشوف هنا كل شخص عنده سبب، في المجمل هو السبب تحرير القدس، اللي جاي معتدي
هو دايما اللي بيبقى عنده سبب جوه وسبب بره، فاحنا نلاقي السبب اللي بره هو تحرير المسجد الاقصى وتحرير القدس عشان المسيحيين والكلام ده كله، لكن في الحقيقه ان هم كانوا ناس بيدوروا على الموارد الطبيعيه، بيدوروا على الكنوز، بيدوروا على الزهو والفخر بالانتصارات وهكذا. مش هاممهم طبعا الناس اللي بتموت والكلام ده كله، لان هم بيدوروا على مجد شخصي، ده السبب الباطن. فده طبعا ينطبق على كل الحروب في التاريخ، افغانستان، العراق، كله، اي حرب حصلت فيها سبب من بره وفيها سبب من جوه. برضو بيناقش هنا يوسف شاهين، وده تقريبا السبب اللي اتعمل عشانه الفيلم، ان يوسف شاهين كان عاشق للرئيس جمال عبد الناصر وكان ناصري بامتياز، فده بيخليه ان هو عمل الفيلم بالكامل مبني على شخصيه الرئيس جمال عبد الناصر وعلى الصوره التمجيدية اللي هو شايفه بيها، فكان تقريبا يعني مطلعه بشكل خارق. الفيلم كان فيه تمجيد لجمال عبد الناصر وتمجيد للقومية العربية اللي هو كان بيدور عنها، ودي حاجة هنلاقيها في الفيلم بتتقال صراحة كذا مرة. فبنلاقي صلاح الدين بيقول حلم العالم الموحد، وبنلاقيه بيتكلم على توحيد الجيوش العربية، الدين لله والوطن واحد، حاجات كتير بتتكلم على ان احنا كلنا في الاخر ارض واحدة ووطن واحد. فدي هي مبادئ القومية اللي كان بينشرها الرئيس جمال عبد الناصر، فبنشوفها هنا ازاي بيتكلم عنها يوسف شاهين على لسان صلاح الدين الايوبي. برضو حاجة صغيرة كده بنشوفها، احنا كنا اتكلمنا في الفيديو عن حياة يوسف شاهين، ولعوا بالعيون المميزة، عيون الذكور، لان كانت بتفكروا بعينين اخوه. فبنشوف هنا في كذا مشهد، كذا لقطة كتير طوال الفيلم، عينين الشخصيات، معظم الشخصيات هنا متكحلة طبعا بطبيعة الزمن اللي الفيلم فيه، فبنشوف برضو في كذا لقطة بيجيب لقطات العيون دي. يوسف شاهين هنا بيخلق لشخصيته اللي احنا هنا هنقول ان هي شخصية خيالية، هو ده مش صلاح الدين زي ما المفروض يكون، بيخلق له هنا حاجة هو يحاربها. فبنشوف ان هو مش بس بقى بيحارب الصليبيين وشخصية يعني سوبرمان، لا، هو جايبه لك مفروض يتعدى كذا عقبة. اول عقبة فيهم وهي العلم، ان الناس دي اخترعت حاجة وهي الابراج اللي ما بتتحرقش، فهو مضطر ان هو يتقدم عليهم علميا عشان يغلبهم. بعدها بنشوف ان هو مضطر يحارب الخداع، مضطر يحارب التنفيع والكراهية اللي جوه الناس اللي جاية تحاربه دي، اللي بيبصوله بدونية ان هو عربي حقير، وهم اوروبيين، هم بينعموا وقاعدين وسط المجوهرات والذهب، ان هم المفروض يحارب هنا نظرة الغرب المتعالية على العرب وعلى الجيوش العربية ساعتها. برضو المفروض ان هو يحارب الخيانة، احنا دايما في كل سقوط لأي دولة بنلاقي دايما ان في كان شخص خاين او مجموعة اشخاص او حزب او فكر، فهو هنا مطالب ان هو يحارب الخيانة، بتمثل في واحد زي والي عكا. واخيرا المطلوب ان هو يحارب النفس، يحارب نفسه هو، يحارب الغضب اللي جواه، ويفضل دايما في احسن واهدى وضع ليه عشان يعرف ياخد قرار صح، وعشان يعرف يحارب للانتصار مش للانتقام. هنا ده كله بياخدنا لنقطة مهمة، وهي نقطة الدراما ضد التاريخ. هل المخرج من حقه ان هو ياخد حرية في كتابة التاريخ مدام الفيلم بتاعه هو بيكتب دراما خاصة بيه مش بيحكي قصة تاريخية؟ انا طبعا شايف ان ده من حقه، هيختلف ونتفق على الاراء، بس طبعا في الفيلم في حاجات كتير ما حصلتش في الحقيقة، زي مثلا المقابلة ما بين ريتشارد وصلاح الدين دي ما حصلتش تقريبا، ما فيش اي مرجع ليها. صلاح الدين اصلا ما كانش مصري، صلاح الدين كان كردي، ولما اتمسك ارنود ملك فرنسا ما دامت ما تعملوش محاكمة ولا كان في مبارزة بينه وبين صلاح الدين، دي اتحكم عليه بالاعدام وتقتل على طول وقطعوا راسه، يعني الموضوع ما كانش في دراما. ده غير ان ريتشارد قرن الاسد اصلا لما وقف الحرب وعمل هدنة ما كانش عشان هو كان تعبان، ده كان عشان هو عنده نقص شديد في فيتامين سي، وده ادى لاصابته بمرض خطير جدا كان موجود ساعتها. ده غير ان هو كان بيحارب عشان يحافظ على عرشه في انجلترا، لان كان في مطامع في عرش بتاعه، في ناس كانت عايز تمسك مكانه. وسواء الحاجات دي كلها صح او غلط، في جميع الحالات ده ملوش علاقة، الفيلم زي اي فيلم تاريخي في كل حتة انت بتكتب اللي انت عايزه، مفيش حد يعرف التاريخ الحقيقي 100% كان عامل ازاي، ومفيش حد عنده الاجابات اللي من الاخر. في الاخر دي دراما وقصة وفيلم وناس بتمثل، ومن حق اي شخص ان هو ياخد الحرية الدرامية بتاعته، مهم يطلع لنا عمل فني كبير زي ده. فيلم صلاح الدين هو فيلم في جوهره فيلم عن الصراع ما بين المادية والروحانية، فيلم عن الصراع بين الكذب والصدق، فيلم عن الصراع ما بين الكراهية والحب، عن الصراع ما بين المعتدي المتعالي وصاحب الحق البسيط. الفيلم هو مش فيلم تاريخي، هو فيلم دراما
بطابع تاريخي. وسواء اتفقنا او اختلفنا مع التجسيد بتاع يوسف شاهين للشخصيات بالشكل الدرامي اللي هو كان عايزه، الا انه استطاع انه يخلق ملحمة سينمائية عملاقة لن تتكرر، ولم تتكرر بتناقش قيم ومبادئ تنفع في اي زمن وفي اي مكان. فيلم صلاح الدين للأسف ما أخدش جوائز كتيرة، وأنا ما لقيتش أي مرجع عن الجوائز اللي كسبها الفيلم، ولكن الفيلم ترشح للجائزة الكبرى في مهرجان موسكو، وهو رقم 11 في أحسن 100 فيلم مصري باختيار النقاد. وجدير بالذكر أن الفيلم كان عمل ضخم جدا ساعتها، تم إنتاجه ب 200,000 جنيه، ساعتها ده كان رقم كبير جدا، والمنتجة آسيا كانت بتعاني عشان تكمل إنتاج الفيلم، وحتى أنها رهنت بيتها وأملاكها وباعت عربيتها وأخدت قروض عشان تكمل الفيلم، وكانت دايما بتقول ليوسف شاهين جملتها أنت خربت بيتي. وتقييمات الفيلم على IMDB الفيلم واخد 7.6/10. أتمنى فيديو النهاردة يكون عجبكم، أحب أسمع رأيكم في الكومنتات، لو عجبكم الفيديو لايك شير سبسكرايب، وأشوفكم في حلقة جديدة من ارت لاب.